قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني على هذه الصفحة. وبداية أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله وشكره، فالحمد مؤذن بزيادة النعم ونمائها ومؤذن بدفع النقم وزوالها. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يا ربي. هذا، وأنوه على أن لذكر الله عز وجل فضائل لا يحصيها إلا الله، فبه ترطب الألسن وتطمئن القلوب وتتنزل الملائكة وترتفع الدرجات وتغشانا السكينة وتنفر الشياطين. وأجل من ذلك كله وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرنا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا، وأذكر بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. الأخ السائل إيهاب يقول: متى ترفع الغمة عن الأمة؟ علم ذلك عند ربي، وأسأله أن يكون ذلك قريبا. وهل ما نحن فيه من ذل وهوان علامات نهاية الزمان؟ علامات نهاية الزمان كثيرة متعددة، علامات نهاية الزمان كثيرة متعددة. أما إن سألت عن سبب الذل والهوان فهو البعد عن كتاب الله والبعد عن سنة رسول الله يا إيهاب، وليتك تكتب اسمك بالعربي بدلا من العجمي يا إيهاب، فهذا من الانهزام يا أخي إيهاب، أن تنهزم أمام الغرب الكافر وتكتب اسمك بلغة العجم وتترك اللغة التي نزل بها القرآن. محمد شبان أو صبان يقول: يحدث القرآن في بعض الآيات الكافرين، وتوجد آيات وعظ كثيرة في القرآن، إزاي كانوا بيقرأوا ده؟ لم أفهم سؤالك يا محمد، اتقن سؤالك يا محمد. شخص متزوج وعنده طفل رضيع يسكن في شقة إيجار في مصر، ولا يمتلك شقة تمليك، ويعيش في السعودية منذ عام ونصف، ويريد أن يعمل حج هذا العام، هل الأولى أن يسعى لشراء شقة بالتقسيط أم الحج أولى؟ مدام في السعودية يستطيع الحج، الحج أيسر عليه الآن، وسيتمم فريضة من فرائض الإسلام، فالله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأخ جمعة بن أيوب العوامي: وعليك السلام ورحمة الله، أما ماذا تقول في سجود التلاوة فشأن سجود التلاوة شأن أي سجود آخر. الأخت حنان: الله يتقبل زيارتها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي تقول إنها أسعد الناس بزيارة أشرف خلق الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياك لطاعته ومرضاته. الأخت سناء بنت المرسي: الفطر عند أذان المغرب أم بعده بقليل؟ بمجرد الأذان إن كان المؤذن يؤذن في الوقت. هل تجوز الصلاة وراء إمام فاسق؟ الصلاة جائزة، أما إذا وجدت غيره فصلي خلف الصالحين. قال الله للخليل: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، أي ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. يقول: لي كتاب في الأحاديث المشتهرة على الصحابة بعنوان ذهب السؤال: هل الميت يحس بالذي يزوره؟ أجبت قبل يا أحمد العشري
أنه لا يحس، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قد قيل للنبي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يقول: هل من ينشر مقاطع دعوية على مواقع الإنترنت يكون له أجر معلم الناس الخير؟ له إن شاء الله أجر، فإنني أنصح أهل الإسلام بأن يجتهدوا في تبليغ أمر الله إلى خلق الله. أنصح المسلمين والمسلمات رجالا ونساء، شبابا وشبانا، شبابا وكهولا وشيوخا، أن يجتهدوا في نشر دين الله حتى لا يحال بيننا وبين ديننا. فانشروا كلام الله، علموا الناس أمر الله، علموا الناس أمر رسول الله. إن مناهج التعليم العلمانية تحذف منها أمور ديننا، تحذف منها الآيات، تحذف منها الأحاديث. فيا أهل الإسلام، بلغوا أمر الله، بلغوا أمر رسول الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون علموا الناس كتاب الله وسنة رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. الأخت مريم لها سؤال، تقول: هي ليس لديها مال لتخرج الزكاة، ممكن أن تستلف مؤقتا لتخرج الزكاة؟ نعم، يجوز ذلك. يقول محمد: زكاة الإفطار تقضى بدولتي مصر أم بالدولة المقيم فيها؟ هنا أو هنا الأمر واحد. هل يجوز أعطي زكاة لأحد يذهب إلى العمرة؟ لا يجوز إعطاء شخص زكاة للاعتمار. تقول: إنها تلبس جلباب وزوجي غير راضي به، يريد أن ألبس عباية. الأستر لك البسيه، وليس للزوج تدخل في دينك، الطاعة في المعروف، الأستر لك البسيه. هل من صلى الفجر في المنزل بسبب الاستيقاظ مبكرا، بس السؤال عني، نصلي في مسجد تركي على المذهب الحنفي، وصلي التراويح 4 ركعات بتشهدين وتسليمة، لا بأس. حكم المبالغة في رفع اليدين عند الدعاء في الوتر، التوسط في كل أمر مطلب. حكم إخراج زكاة المال لجمعية لتطعم الصائمين إذا كان الصائمون، لا يصلح هذا، لأن الصائمين منهم الأغنياء ومنهم الفقراء، ولا يصح لك أن تفتئت على الناس وتطعمهم بما تشاء، هم أحق بأموالهم، يعني الفقراء. أم مصطفى القاضي تقول: هل يجوز زكاة أخ لأخيه؟ نعم، إذا كان من أهل الاحتياج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة، لها أجران، الصدقة على البعيد صدقة. أبو المزمل: حكم التسابيح خلال التراويح، يعني ما التسابيح خلال التراويح؟ ما هذا السجع؟ ما فهمت مرادك، هل تقصد سبحان الله أو تقصد إذا مرت بآية فيها تسبيح سبحت؟ وضح سؤالك يا أبو المزمل. حكم استخدام الهاتف للتواصل مع الزوجة والأولاد في جميع الأمور، الانشغال بذلك في الاعتكاف، هذا جائز يا أبا حمزة، لكن الانشغال الإسراف في كل شيء مذموم، فعلى قدر الحاجة كلمهم واطمئن عليهم بالهاتف. حكم جمع المغرب مع العشاء، للمسافر لا بأس وللإضطرار لا بأس.
هل يفطر المسافر المسافة لا تتجاوز 75 كيلو؟ مسألة السفر مسألة عرفية، فحد السفر عرفي يرجع إلى أعراف البلدة. زكاة التجارة هل علي؟ كيف يعلم العبد أن الله يحبه؟ إذا كان مستقيما وموفقا للطاعات فهذه علامة رضا من الله عليه. هل يحق للمديون أن يأخذ من الزكاة؟ نعم، لأن المديون غارم، والله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين الآية. حكم قول اللهم لك صمت، سنده ضعيف لكن يتجاوز في فضائل الأعمال فيه فلا بأس به. ما الفرق بين الصيام والصوم في القرآن؟ احرص على ما ينفعك أيها السائل. في زمان الفتن ماذا نفعل؟ اتق الله يجعل لك مخرجا، والزم كتاب الله والزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعوذ بالله من الفتن. محمد بن عبد ربه أجيب كثيرا على حكم جماعة التبليغ، وأنا أنصح ألا ننتظم مع جماعة بعينها، إنما المؤمنون إخوة، فنحن مسلمون نتأخى مع كل المسلمين. أثناء التراويح بعد كل ركعتين نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله بصوت مرتفع، لم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قدمت جدي برا به لسنوات وصارت بها ضائقة، فمنحني قطعة أرض دون أن أطلب منه ذلك، مع العلم أنه أعطى عمات النسوة منابا من الأراضي ووالدي أيضا، هل لي في هبته شيء؟ إذا خدمته ووهب لك شيئا بطيب نفس من غير إضرار عظيم بالورثة جاز لك أن تقبلها. أم توبة، أتمنى الجواب بخصوص المسافر هل يفطر؟ المسافر قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. البنج يفطر؟ لا يفطر على ما أختاره من الأقوال. ما الحكم في من تقول لزوجها يا بابا ويقول لها يا ماما؟ إذا كان هذا من باب الدلع كل يدلع الآخر فلا بأس، لأن الأعمال بالنيات والمقاصد، فهو لا يظاهر منها، يقول لها يا ماما يدلعها. الذي يموت في حادث السيارة يلحق بصاحب الهدم؟ أظن ذلك والله أعلم، فصاحب الهدم شهيد. أحبك الله يا سعد ابن توفيق كما أحببتنا فيه. التشهد في الصلاة متى يتم رفع الإصبع بالضبط؟ وكيف يدوم رفعه؟ العلماء لهم أكثر من قول، الجمهور منهم على أنك تشير عند الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. هل يجوز الكذب لإصلاح ذات البين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. يقول أسأل الله أن يديم عليك الصحة والعافية والبركات ولك بمثل. الأخ الأسطل قراءة الفاتحة في الجماعة لازم بالأحكام، اتق الله ما استطعت. أما إذا كنت مؤتما فقراءة الإمام لك قراءة عند الجمهور. هل يجوز إعطاء الجمعية الخيرية مال لإخراج زكاة الفطر؟ إذا وكلتها فلا بأس بالتوكيل. ما ترون في الصيام مع أقرب بلد يسير على رؤية الهلال؟ أرفض هذا الرأي رفضا تاما. الناس الآن في ألمانيا وفي السويد والنرويج وغيرها النهار يطول، فيلتمسون علل باردة وتصدر إفتاءات غير موفقة بالمرة تفتيهم بأن يفطروا على أقرب دولة مجاورة لهم أو على توقيت أم القرى. فأقول إذا كانت الشمس تغرب ترى ثم تغرب فنلتزم حتما وإلزاما برؤية بغروب الشمس. قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. أما الدول الإسكندنافية أو الدول التي لا تظهر فيها الشمس مطلقا 6 أشهر فهذه كما قال الرسول في بعض المسائل اقدروا له قدرا، كما في حديث الدجال
يوم من أيامه كسنة، ويوم من أيامه كشهر، ويوم من أيامه كجمعة، وسير أيامه كسير أيامكم. قالوا يا رسول الله، اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، قدروا له قدرة، يعني قرب بالمسافات تقريبا بالساعات. سناء بنت مرسي تقول لابنتي تصر على الإفطار عند الظلمة التامة. هذا فعل الشيعة، الشيعة هم الذين يؤخرون الإفطار حتى يظهر النجم. صلاة المرأة ورجلها مكشوفة، القدم مكشوف، صحيحة مع الكراهة. يقول هل أنت يا شيخ سلفي؟ أنا مسلم يا أم يوسف، وما أدري من أنت. أنا رجل مسلم أحب اسم الإسلام يعلو فوق كل قول. قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي إبراهيم سماكم المسلمين، أو الله سماكم المسلمين، وفي هذا القرآن اسمكم مسلمين. قال عليه الصلاة والسلام تسمعوا بما سماكم الله به، وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا وأذكر بأنني أفخر بأن أكون متبعا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر على درب الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. أما التسميات فلا ألقب نفسي إلا بأني شخص مسلم كسائر المسلمين. يقول أحفظ أحاديث كثيرة ولكني أنسى النص، فاتق الله ما استطعت. هل يجوز أخذ حقن لوقف الدورة لإتمام صيام شهر رمضان؟ سلف القول بأن ذلك جائز ما لم يكن مضرا. الإمبابي يسأل هل ما الذي سؤالك مكرر عن لاعب الكرة رائد ابن عمر؟ قل ابن عمر يرتعب وهو نائم من أي صوت، يرتعب من أي صوت أو حركة، عمره 4 شهور. ارقيه يا رائد ابن عمر، ارقيه، اقرأ عليه المعوذات وادخل في يدك وامسح جسمه، فقل أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة. يقول هل يجوز الخروج مع حفتر في ليبيا؟ يا أخي اسمع كلامي الذي سأقوله لك. إن تعريف الشهيد، الشهيد هو الذي يقتل في المعركة في حرب الكفار لرفع راية لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فاحذر، احذر، احذر أن تقاتل مع قوم وأنت لا تعرف ما الهوية، إنه ليس لك إلا رأس مال نفس واحدة، فلا تضعها إلا في شيء يقيني أن الله يرضى عليك فيه. الشهيد هو من قتل في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا بإيجاز وأيا كان حال السائل. طفل عمره 11 سنة وتعب من الصيام، هل أفطر؟ إذا كان بالغا يصبر، إذا كان ليس ببالغ فله أن يفطر، ولكن صبره وعلمه الرجولة، علمه القوة والصبر. الأولون كانوا أيها الإخوة كانوا رجالا. أذكر قصة جعفر رضي الله عنه وفي غزوة مؤتة يحمل الراية بيمينه، قطعت يده اليمنى، لم يصرخ آه آه أمي أبي أبدا، أخذ الراية باليد الشمال، قطعت اليد الشمال، ما صاح، ترك اليد وضم الراية بعضديه هكذا حتى أخذ 80 سهما كلها في صدره، حتى طار مع الملائكة بفضل الله تعالى. فكونوا رجالا، علموا الأولاد الصبر وعلموا البنات الصبر. قالت الربيع بنت معوذ كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، تعني حتى ينقضي اليوم. كيفية التيمم الصحيحة، كيفية التيمم هكذا: ضربة في التراب، ضربة واحدة في التراب، تمسح الوجه والكفين وتستجيز بذلك الصلاة، وتستجيز بذلك الصلاة حتى إذا كنت جنبا، وحتى إذا كانت المرأة حائض وطارت من الحيض ولم ترى الماء.
جاز لها أن تتيمم. هل يجوز استخدام معجون الأسنان في الصيام؟ أسلفت القول بأنه يجوز ما لم يصل إلى الجوف. حكم قراءة المرأة القرآن بملابس خفيفة، يجوز والأوقر أن تلبسي ملابس محتشمة. هل يجوز التعامل مع الجن المسلم لدفع الضرر عن مسلم عليه جن غير مسلم؟ يا ابن عبد ربه، الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع مني ما أقوله لك. الرسول حارب يوم بدر، هل استدعى جنا مسلما يحارب معه؟ الرسول حارب يوم أحد، هل استدعى جنا مسلما؟ الرسول حفر الخندق، هل استدعى جنا مسلما يحفر معه الخندق؟ الرسول فقدت من عائشة قلادة أسماء، هل استدعى عفريتا يبحث معه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، هل استدعى جنيا؟ فإياك ثم إياك أن تدخل في هذه المخاطر والمهالك. إن الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إن الله قال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم الآيات. يقول هل يجوز الدفن بعد الفجر إذا كان عدد المصلين كبيرا؟ فلا بأس، وإلا فالكراهية موجودة للحديث ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا بعد الفجر وحين يقوم قائم الظهيرة وبعد العصر. لكن إذا كان الحضور كثير والحاجة دعت إلى ذلك فلا بأس. حكم كلام الخاطب لخطيبته في الهاتف، المخطوبة امرأة أجنبية يا عبد الله بن طاهر، فليكن الكلام معها على قدر الحاجة وبالمعروف، شأنه شأن أي امرأة أجنبية. ما صحة حديث تقديم الرطب على التمر عند الإفطار؟ لا يصح. ما أجر ختم القرآن في رمضان؟ في الأثر بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. هل تجوز الصلاة في البيت عند وجود ضيوف؟ يا بوريتي، إذا دعت الضرورة لذلك فعلت. إذا كنت مريضا صليت بضيوفك، أما إذا كنت صحيحا انزل صلي في المسجد. إذا كنت خائفا من المباحث في بلدك وخائف من نزول الناس معك فقاوم نفسك حتى لا تكن جبانا إنك تنشر أو إنك تشارك في صلاة الجماعة، شارك المسلمين في صلاة الجماعة، حي على الصلاة لمن ينادي. هل يجوز حلق شعر الوجه الخارج عن اللحية بالفتلة؟ جوزه بعض أهل العلم وابتعد عن الحاجب. الحال الحمد لله يا أحمد، كيف طلب العلم؟ احفظ القرآن واقرأ في السنة. هل من مات ويدافع عن المسجد الأقصى يعد شهيدا؟ نعم يعد شهيدا، لكن اعلم أن الجهاد له فقه، الجهاد له فقه كما أن الصلاة لها فقه والصيام له فقه، الجهاد أيضا له فقه. فلا يذهب مثلا شخص يمسك سيف وقل أنا سأحارب دولة الصين الشعبية كما يقول بعض المغفلين. الجهاد له فقه، الجهاد له فقه. الرسول أشجع الناس ومع ذلك حفر الخندق كي لا يكون هناك مبارزة مباشرة بين المسلمين وبين مئات الآلاف من أهل الكفر أو آلاف مؤلفة من أهل الكفر. موسى عليه السلام أشجع من في عصره فيما علمت، ومع ذلك قال ففررت منكم لما خفتكم. فهناك فقه للجهاد في سبيل الله. عدوك يحمل رشاشا يطلق النار عليك، هل يتصور أنك تقاتل شخصا معك أنت طوب ومعك عصا وهو معه سيف وآلي ومسدس؟ هل يتصور أن هذا يجزئ؟ الجهاد في سبيل الله له فقه عليك به. هل تجوز صلاة التراويح قبل صلاة الصبح؟ تجوز، أصلا أنها في الليل، التراويح في الليل.
ما حكم الأذكار البدعية كالأناشيد؟ هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء؟ الأخت شماء تسأل. لا ينقض الوضوء أيتها الأخت. هل ستقام خلافة إسلامية قبل ظهور المهدي؟ علم ذلك عند ربي يا أم توبة. معاذ النمس، هل يجوز لي أن أسمع القرآن لزوجة أخي؟ لا، ابتعد عن زوجة أخيك، الفتنة تقوم والحمو الموت. ما الأفضل، تعليم الأزهري أم التعليم العادي؟ يفترض أن التعليم الأزهري أفضل، لكن هناك بعض المعاهد الأزهرية التعليم فيها فيه قصور كثير، فعلى حسب المكان الذي أنت فيه. سبب انقطاع الرزق، المعاصي من أسباب انقطاع الأرزاق. أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رأيت أمي تعطيني مالا في المنام وهي ميتة، أسأل الله أن يجعلها رؤيا خير. بسم الله. هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ رواية الحديث بالمعنى فيها تفصيل. هناك أحاديث القصد منها التعبد باللفظ، مثل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت إلى آخره. التعبد باللفظ لا يصلح أن يقول بالمعنى، لكن هناك أحاديث المراد منها المعنى ليس اللفظ. مثلا كان أقول وأنا إمام للناس، استووا، اعدل الصف يا زيد، اقترب يا فلان، اطلع يا زيد، هذا القصد منه تسوية الصف. فهناك أحاديث تجوز روايتها بالمعنى وأحاديث لا تجوز، ويشترط أن يكون المتكلم عالم بما يحيل المعنى عن معناه. هل يجوز التوسل بالنبي؟ يجوز التوسل بإيمان بالنبي، ربنا من واتباع له، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هل المريض الذي لا يقدر على الصيام طلع مال بدل الإطعام؟ أصلا المريض مرضا لا يرجى برؤه لا يلزم بشيء، وإن أطعم مكان كل يوم مسكينا فحسن من غير إيجاب. هل يخرج مكانه مال؟ أقول إن أصل الإطعام ليس عليه دليل. ما حكم وسوسة النفس؟ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الرميساء أفطرت شهر رمضان بسبب الحمل وقضت والحمد لله، هل علي فدية؟ ليس عليك فدية. منيسي تم إيه؟ ما أدري ما تقول يا عبد الصبور. ما هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟ تجوز. هل توجد شياطين في شهر رمضان؟ شياطين ما ماتت، إنما المرض سلسلة. هل يجوز قراءة القرآن فترة الحيض؟ نعم تجوز. رجل يريد أن يتزوج من امرأة تعمل في بنك ولا تقدر على ترك العمل، فما الحكم؟ الزواج صحيح لكن لا ننصحه بذلك. إلياس مرحبا بك يا إلياس. هل يجوز صلاة في مسجد فيه قبر؟ ابتعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الأخ من ألبانيا يسأل الصوم مستندا إلى الرؤية الفلكية، ليس هذا بسبيل أهل الإسلام، ليس هذا بسبيل أهل الإسلام، إنما إن أمة أمية، وكان النبي عليه الصلاة يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. علاج الانتكاس في الدين، التوبة إلى الله وعدم اليأس من رحمة الله، ثم سؤال الله الثبات والحرص على الرفقة الصالحة. زوجتي ترضع، ما حكم المسابقات التي يقومون بها في رمضان؟ لا أرى مانعا إذا كانت للتشجيع على الخير. لو خرج طعام من البطن ثم بلعت هل يفسد الصوم؟ لا يفسد بذلك. هل يجوز سماع الموسيقى؟ لا يجوز سماع الموسيقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يقول أخو السائل ما حكم زيارة مسجد الحسين والصالحين؟ زيارة المسجد أو القبر، الحسين بن علي قتل في العراق، هذا ما لا أعلم فيه اختلافا، لا اختلاف في أنه قتل في العراق. ما الذي أتى برأسه إلى مصر؟ لا أدري.
مسعد العدوي مع حكم البلغم، البلغم لا يفطر، هل تجوز الضحية لزوجة الميتة؟ تجوز الأضحية عن الميت مع حكم ترك صلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات متهونا طبع الله على قلبه. ما رأيك في فتوى إرضاء الكبير؟ إرضاء الكبير لا قيمة له ولا يحرم، لقول النبي عليه السلام: إنما الرضاعة من المجاعة، ولقوله تعالى قبل ذلك: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تقول إنها منتقبة وما فيش مدرسة بتقبلني للنقاب، أعمل إيه؟ أنت في ألمانيا اتق الله ما استطعتي، ما أستطيع أن أقول إلا اتق الله ما استطعتي، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. وأنصحك بالمبادرة بالزواج إذا رزقك الله زوجا صالحا. مريضة سكر يشق عليها الصيام، فإذا أفطرت وأطعمت هل عليها قضاء؟ إذا عجزت عن القضاء تماما فلا شيء عليها، وإن أطعمت مكان كل يوم مسكين فحسن. يقول إنه في ضيق فبماذا أدعو ليرتاح قلبي؟ قل يا رب اذهب عني الضيق، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وثمة حديث في سنده ما قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم ولك إلى آخره. ما حكم السارق الذي رد ما سرقه لصاحبه؟ من تاب تاب الله عليه. أمه مريضة، جميع الأطباء أصروا على إفطارها، هل عليه إثم إذا أفطرت؟ ليس عليه إثم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل على قطعة الأرض الموروثة عند بيعها زكاة؟ ليس عليها زكاة، مع العلم أنها كانت بغرض التجارة. كيف ذلك؟ ما الأرض الموروثة ليس عليها زكاة. زكريا، غسل الأسنان في الصيام هل هو مكروه؟ ليس بمكروه. هل يجوز الرجل أن ينام على جنابه ويغتسل الصبح؟ نعم إذا توضأ. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل ينام وهو جنب، قال: نعم إذا توضأ. الله، أعطيت مالي أحد الخير ليستثمرها، سرقها ويدعي صلته بكم. ما أدري من هو ولا أحد في على وجه الأرض يقر من أهل الإسلام يقر السرقة. المدعون كثير، بارك الله فيك. والآن كثر النصابون الذين يأخذون أموال الناس لاستثمارها، فالشهر الأول يعطيهم ربحا كبيرا، الشهر الثاني ربحا كبيرا، الشهر الثالث ماتت الفلوس، ماتت الأموال وذهبت ضاعت، يقول سرقت وتفشى هذا. يقول: أنا راجع من البنك نسيت الأموال في التاكسي. الآخر يقول: رجع من البنك اثنين رصدوني أخذوا الأموال. ملايين تضيع بهذه الطريقة، فالذين يصدر منهم ذلك لا يصدقوا في كل ما يقولون لكثرة النصابين والمختلسين في هذا الباب. ما حكم نبش القبر وأخراج الميت منه بعد مدة لخلافات عائلية؟ يجوز إخراج الشخص من قبره إذا دعت إلى ذلك حاجة، أما الخلافات العادية فليست بحاجة داعية إلى ذلك فيما أرى، والله أعلم. حكم صلاة الرجل الفريضة في بيته إذا كان بغير عذر يأثم، بعذر له ذلك. زوجة أخي خاضت في عرض وتخاصمنا أنا وأخي وقاطعته، وبعدها قلت له: سامحنا الله، لكن ألتقيه ولا أستطيع أن أكلمه علي شيء. يا ياسين، فمن عافى وأصلح فأجره على الله. هل يجوز إزالة العورات ببرنامج معين من صور النساء من أجل العرض بين النساء على النت؟ لا أعلم. عفوا يا أختي، سألوني أسئلة محترمة، الله يبارك فيكم، ما أفهم السؤال جيدا. كفارة قتل النفس متعمدا ولو غفر الله ليسامح المقتول؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. محمد بن فيصل، نسأل الله أن يوفقك يا محمد بن فيصل، وأن يرزقك العلم النافع والنية الصالحة والعمل الصالح. ما حكم رؤساء دولته الذين لا يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى؟ الذين يحكمون بشرع الله ضلال، ثم بعد ذلك إطلاق الحكم بالتكفير من عدمه تلزم وقفات مع كل شخص.
هل يجوز الدعاء على الظالمين؟ يجوز الدعاء على الظالمين ويجوز الدعاء لهم بالهداية. أما الدعاء على الظالمين، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة ومالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أما الدعاء لهم بالهداية فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وبارك الله فيك يا محمد، الله يحفظك ويحميك يا عبد الله المصري. هل حقن الإنسولين تفطر؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، أختاروا رأي القائل بأنها لا تفطر. من الحق بالإمامة في التراويح؟ رجل يقرأ بدون تجويد وعنده علم بأحكام الفقه، أم صبي يقرأ بالتجويد؟ يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، الذي يفهم القراءة ويعلم المعاني ويعلم الوقف هو الأولى. أما طيب، أسافر من الرياض إلى جدة بنية عمرة بواسطة الطيران، فمن أين أحرم؟ تحرم إذا حازيت الميقات، ميقات قرن المنازل، ميقات السيل أو ميقات الهدى. يقول السائل: أنا في فترة ما بعد فترة، السائلة تقول إنها في فترة ما بعد فترة النفاس منذ شهرين وأنا لست طاهر، في أي في حيض، هل أصوم؟ إذا في حيض مستمر نازل وتأكدت أنه حيض لا تصلي ولا تصومي. امرأة عليها أيام كثيرة لا تعرف عددها، كيف تقضي؟ تقدرها تقديرا. شن حكم رضاعة الأم لطفلها بعد 2 سنتين؟ ترضع كيف شاءت يا حنونة، لكن لا يحرم الرضاع بين السنتين شيئا. يعني إذا أرادت مرأة أن ترضع ولدها 3 سنوات لا إثم عليها، لكن إن أرضعت شخصا آخر بعد السنتين، الرضاعة المحرمة هي التي دون الحولين. باع دجاج الحي لا يصلي، يا شيخ هل أشتري منه الدجاج المذبوح؟ هو الذي يذبحه إذا كان يذبحه ويذكر عليه اسم الله كل. ما تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أدلك على أفضل من ذكرك بليل والنهار؟ ضعيف يا شريف الحلوجي. الناس تشكو من إطالة الإمام في التراويح، ما هدي النبي في ذلك؟ صلي في بيتك. وننقم على كثير من الأئمة إطالة القنوت جدا بصورة مملة. ياسين هو اسم للنبي أم ماذا؟ هي أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور كألف لام ميم، فهذه أيضا ياسين. حكم قراءة القرآن جماعة إذا كان للتعليم لا بأس، إذا كان أيضا للتدارس لا بأس. طريق طلب العلم، قلت لك الكتاب والسنة. هل بخاخ الأكسجين يفطر الصائم؟ أختار الرأي بعد سؤال الأطباء أنه يفطر، لأن حبيبات منه تدخل في الجسم. أدهم، هل تجب زكاة المال في الذهب المعدل للزينة؟ نعم تجب يا أدهم. يعني أقصد العرض على النت لبعض الصور الأدمية، العرض المنتج للبيع بين النساء، الصور بها عورات. يعني زكاة صور العورة المغلظة ظاهرة لا يجوز، حرام. حكم قراءة القرآن، ما هي زكاة المال؟ عايزين تفسير، نريد أحسن من عايزين تفسير سهل لمعنى الزكاة. الزكاة في الأصل معنى الزكاة التطهير، قد أفلح من تزكى من تطهر من الشرك. زك المال، طهر المال بإخراج الزكاة منه، إذا بقيت توسخه. فالزكاة هذا معناها. أما عن كنهها أو توصيفها، إذا بلغ مالك حدا معينا ومرت عليه سنة منذ بلوغ هذا الحد، حينئذ فإنك منذ بلوغ هذا الحد تخرج عليه زكاة 2.5%. سألت كثيرا عن حكم جوز الطيب في الأكل. أنا طال كلام الناس في جوز الطيب
أنا ما ذقتها لكن سألت كثيرين قالوا إنها لا تسكر، فما دامت لا تسكر فلا داعي للتقول بتحريمها. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ما حكم البنوك الإسلامية اشتروا بضاعة ودخلت في حسابي؟ ابتعد عن البنوك كلها برمتها، واسأل العاملين في البنوك سؤالا الذين يدعون أنهم بنوك إسلامية، وجه إليهم سؤالا: إذا أخذت منكم مالا للمضاربة فيه والتجارة فيه وخسر المال، هل تلتزمون معي بالخسارة أم لا؟ كل سيجيب لا دخل لنا بالخسارة. وهذا السؤال فيصل في الإجابة على مدعي، أو فيصل في الرد على مدعي أن هناك بنوك إسلامية. فاسألوا جميعا يا أهل الإسلام هذه البنوك التي تسمي نفسها إسلامية، إذا أعطيتمونا أموالا للإتجار فيها وخسرنا، هل تتحمل معنا في الخسارة أم لا؟ وحينئذ سترون الرد الذي يوضح لكم أن هذه شعارات باطلة، والله أعلم. يقول محمد بن فيصل: رجل صام رمضان 30 ثم سافر بلدا ما زال الصيام فيها، ليس له أن يصوم أكثر، ليس عليه أن يصوم أكثر من 30 يوما. يقول: أنا أمي أحسن إليها ولا تحبني. المحبة من الله، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبها محبتك، فالمحبة من الله. ما حكم فوائد البنوك؟ فوائد البنوك حرام. أدهم الخولي أو الخولي يقول: الأرض التي تم شراؤها بغرض الاستثمار هل تجب فيها الزكاة؟ نعم تجب فيها الزكاة إذا بلغ ثمنها النصاب وحال عليه الحول. أبو أسامة الجزائري: ما حكم جمع الصلوات في السفر؟ جمعت المغرب على العشاء جمع التقديم ثم دخلت النقاط ولم يدخل وقت العشاء، لعيد صلاة العشاء لا تعيدها ما دمت صليتها. يعني شخص مسافر جمع بين المغرب والعشاء في الطريق، وصل بلده والعشاء لم يؤذن له، لا يلزم بالإعادة. أمال سلامة: هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخوال عندهم أرض ميراث لكن دخلهم محدود؟ نعم يجوز إذا كانوا كذلك، قد قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فوصفوا بأنهم مساكين مع امتلاكهم سفينة. أسافر من الرياض إلى جدة بنية العمرة بواسطة الطيران، فمن أين أحرم؟ قلت: بمحاذاة ميقات السيل أو قرن أو ميقات الهدى. هل يجوز أن أسلم على رأس أب زوجي؟ يعني السائلة امرأة صبرينة تريد أن تقبل رأس حماها، يجوز. حكم قراءة القرآن للحائض جائز. حكم خروج زكاة المال في غير مصرفها، إذا كنت عالما لا تجوز ولا تجزئ، أما إذا أخرجتها في غير مصرف يعني اجتهاد فلا إثم عليك. ما حكم تدخين المخدرات في رمضان؟ تدخين المخدرات حرام في رمضان وفي غير رمضان، وفي رمضان إثمه أعظم لانتهاك حرمة الشهر. أجبتك أن القرض من البنك الإسلامي للمغترب لا يجوز ولا للحاضر أيضا، ترك طواف الإفاضة ترك ركنا ولم يتم حجه، هل يجوز الجهر بالتكبير والتسليم للجماعة في صلاة الجنازة؟ نعم جائز، لكن الأولى عدمه إلا الإمام. إنه صيدلي وكثير من البضاعة التي أبيعها عليها صور متبرجات مثل الصبغات، هل عليه اسم؟ يا أبا ناس هذا مما عمت به البلوى، وإن شاء الله لا إثم عليك، ولا لو جلست تشطب وتمحو الصور التي على العلب والصابون لا ضاع وقتك في طمس التصوير ولن تباع السلعة. نريد أن نلتقي بك يا سعد بن محمد بن توفيق، تشرف أبو عبد الرحمن طارق بعد الولادة كم يوم تصلي؟ إذا انقطع الدم. نحن نسكن في أوروبا وتتعرض كثيرا السلام باليد مع النساء وأكثرهن كبار السن، بحائل هكذا وسلم، سلم بحائل. فهمت سائلي؟
امرأة مسنة تعاني من تبول لا إرادي وتلبس حفاظة تتوضى مرة واحدة في اليوم وتتيمم لباقي الصلوات، لا تتوضى لكل صلاة. ما المقصود بالحكمة؟ الحكمة وضع الشيء في محله من الإحكام، المنع من التصرف القبيح، حكم رفع اليدين في دعاء التراويح لا بأس بذلك. هل يجوز أن نقول في سجود التلاوة سبحان الله ثلاثا؟ نعم يجوز، سجود التلاوة شأن وشأن أي سجود. هل طواف الوداع يجزي للإفاضة بدون نية؟ لا يجزي إلا بالنية، قول النبي الأعمال بالنيات. هل الذنب في رمضان مضاعف في حديث السيئات؟ ليس هناك نص في ذلك، لكن انتهك حرمة الشهر. عادة تطوف الإفاضة في العام الثاني للحج، نعم ترجع لأن الحج لم يكمل. هل ربنا يمحو الذنوب جميعا مهما كان الذنب بعد التوبة؟ الأمر لله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ولا يتقلبون. هل يجوز مشاهدة محاضرات تعليمية تقدمها النساء وتحتوي على موسيقى أثناء الشرح؟ لا. ما حكم تبديل الأشياء من أصحاب المحلات لكن يأخذوا عند التبديل زيادة مال؟ هل هذا حرام؟ إن اشترطوا ذلك لا ليس بحرام، لقد تجهدوا مسألة التبديل، وهم مخيرون أصلا في التبديل من عدمه، لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أحبك الله الذي أحبتنا فيها بأسامة. حكم قراءة القرآن من المصحف؟ يا عبد الآخر الطبري، أجبنا على هذا مرارا بأن ذكوان كان يؤم عائشة من المصحف، واستدل أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة. جاري يريد أن يضع طبق الدش في البلكونة بتاعتنا، هل يجوز أم لا؟ لأنه غير ملتزم، لا تساعد على الإثم والعدوان. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون على انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء، وأعود كما بدأت حامدا لله شاكرا لنعمائه وآلائه، ومصليا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأحذر من المذاهب المارقة التي غزت بلاد المسلمين كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والعلمانية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذلك أحذر من مذاهب التكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة وكذلك المرجئة، أعاذنا الله وإياكم من شرور هؤلاء وأولئك. وأهيب بالمسلمين جميعا أن ينشروا دين الله، وأن يجتهدوا لنشر هذا الدين القيم، وأن يبلغوا أمر الله لخلق الله في كل مكان قدر الجهد وقدر الاستطاعة رجالا ونساء، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأقول لأهل الإسلام إن الله يحفظكم إذا بلغتم دينه، إذا بلغتم كتابه، إذا بلغتم سنة رسوله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس، احفظ الله يحفظك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي وجه للتفسير بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون، أي بتبليغ آياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. فدائما وأبدا بلغوا دين الله لخلق الله، لا تتركوا العلمانيين المكرة السفلة يخربون الدين وأنتم سكوت. يا أهل الإسلام بلغوا كلام الله، بلغوا كلام رسول الله، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كلام الله فوق كل كلام. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلام الله فوق كل كلام، فبلغوا أمر الله إلى خلق الله، وعرفوا الناس بربهم سبحانه وتعالى. ختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سبحان الله وما أنا من المشركين